لأن الفلسفة تسألها السؤال فمش بترد عليك بجواب، دي بترد عليك بعشر أسئلة، فإذا سألت عشر أسئلة تخليهم ألف وما تطلعش منها بأي جواب أبدا، تزداد حيرة. هي يعني إذا كان لها فايدة فلا أكثر من رياضة ذهنية، هي نوع من الرياضة الذهنية فقط في قضية الوجود الإلهي والمعرفة الإلهية، لا أكثر من رياضة ذهنية، لكن لما تطلعش منها بشيء، زي ما بيقولوا الفلسفة تعكر ولا تصطاد. بالعكس كان رد فعلها على المدى الطويل بالنسبة للجيل اللي بيقرأ من الشباب إنها يعني خرجت جيل تايه متخبط. إنسان العصر بتجد فيه حاليا كل الأنماط اللي تتصورها، تجد المادي الذي يعبد المادة، وتجد المذهبي الذي يعبد النظرية، وتجد عابد نفسه وعابد هواه وعابد لذته وعابد لحظته، وتجد العلماني اللي ما فكرش في أي حاجة ومسألة الدين وربنا مش مطروحة في ذهنه بالمرة، هو يقعد ممكن يفكر في النملة وياخد دكتوراه في النملة وما يفكرش في رب النملة بالمرة، يقول لك أنا ليا اللي قدامي العلم مبني على شواهد الحس فقط، أنا ما أقدرش أبدا أبني أي قضية على غيب، ثم المسألة مش مطروحة، مش مطروحة خالص في ذهنه. لكن يبقى قلة من المؤمنين ومن أهل التخلق والكمال. واضح إن في فراغ ديني، مش بس هنا في المنطقة العربية أو منطقة الشرق الأوسط، ده في العالم كله. يعني المدهش إنك تبقى في أوروبا في قلعة العلم والتكنولوجيا وتلاقي شعوذات غريبة جدا، تلاقي جمعيات وثنية، وتلاقي جمعيات سحر، جمعية تحضير أرواح، جمعية يوجا، جمعية أطباق طائرة، ولهم مجلات ولهم محاضرات ولهم مؤتمرات، جمعية الاتصال بسكان المريخ، جماعة بتعبد الشمس وبتتقابل في الهرم في مصر كل سنة، جمعية العقيدة الأخناتونية لها برضو جمعية في أوروبا. تسمع عن واحد بيدعي أنه هو اسمه مون وحواليه ملأ وناس، تسمع عن جيم جونز يطلع في أمريكا ويجمع حواليه الناس وألوف ويروح يعمل مستعمرة يقول لهم هي دي حتكون الجنة في جوايانا، فإيه اللي يحصل في الجنة؟ يجرع السم لكل أتباعه ويعملوا وليمة انتحار يموت فيها ألف ويقتل نفسه. شيء غريب، إزاي الناس دول مشيوا وراء هذا الراجل اللي وعدهم بالجنة وبيكلمهم بلغة الإنجيل ولغة الديانة الكاثوليكية وعامل مبشر وعامل راجل راهب وعامل راجل بتاع كنيسة وبيجمع تبرعات وهو إلى آخره، إزاي الناس يمشوا متخدرين وراه، وإزاي ينتهي الأمر إلى أنه يحرف الديانة لدرجة أنه يعملها مجزرة، مجزرة يعني. كانت قصة عجيبة قوي قصة جيم جونز، وكلنا قريناها في الجرايد وعملوا عنها مسلسلات تلفزيونية وكتب رهيبة عن مجزرة جويانا. غير كده تلاقي برضو في أوروبا جماعات شهود يهو وبرج المراقبة، اللي هي بقايا الجماعات الماسونية القديمة لسه موجودة ولها أتباع وعمالين يعملوا دعاية بقرب الساعة وإن القيامة على الأبواب، ولهم ناس وملأ بيحضرهم وكتب ومطبوعات. شيء غريب، قطعا كل هذه الشواهد تدل على فراغ ديني، فراغ ديني، دي حقيقة في العالم كله. إيه سببه؟ إيه سببه؟ سببه أولا إن المؤسسات الدينية لم تستطع أن تتصل بالشباب، اللغة المشتركة اللي بينها وبين الشباب مفقودة، لأن المؤسسات الدينية بتتكلم بلغة وديباجة قديمة مش عاوزة تطور أسلوب المخاطبة بالمرة. إحنا مش عاوزين، ما نقصدش بالدعوة العصرية إن إحنا نغير المضمون إطلاقا، المضمون الديني ده مضمون أزلي لا يتغير، لكن أسلوب التخاطب، لأن الشباب الموجود دلوقتي اللي هو نتيجة تربية جماعية وتربية علمية ومتعود على العبارة الموضوعية المختصرة، إنك تحط إيده على طول على الحقيقة ومتعود على النظرة العلمية التشريحية التحليلية إلى الأمور، ده أسلوب. المؤسسات الدينية
ما تطورتش في أسلوب الكلام، أسلوب التخاطب، والنتيجة أن في فجوة هائلة بين المؤسسات الدينية وبين الشباب. أصبح الشباب ممكن يستمع لأي صارخ في برية يقوم يعرف يجيد لغة التخاطب ولو كان هذا الرجل مضل يجري وراه، لأن في فراغ. فراغ كمان سببه أنهم شافوا الزعامات الروحية قدامهم والمسن الكبيرة بتتهاوى، الشيوعية تفشل، الرأسمالية بتفشل، الابن بيشوف أبوه اللي هو المفروض المثال بيشوفه يفجع فيه، يخيب أمله فيه. يعني شكل المجتمع كمجتمع في النهاية مجتمع فاشل، ما بيديش صورة للشاب اللي طالع بأن هو ده الصح، بيحس أن كل شيء غلط. طب إيه هو الصح؟ المؤسسة الدينية مش قادرة تكلمه، مش قادرة توجد العبارة المشتركة اللي بينهم يكلموا بعض، فبيدي ودنه لأي صارخ في برية يقول أنا الله، أنا النبي، أنا حقول. فده عمل الفراغ الديني وعمل كل هذا التخبط الموجود. والإنسان ما يقدرش يعيش من غير ما يعبد، محال. نشوف طرف من الموضوع ده في الفيلم عشان نكمل كلامنا بعد كده، وحنشوف فعلا ان الانسان ما يقدرش يعيش من غير ما يعبد. الفيلم من بدء التاريخ بنلاحظ فعلا نلاحظ الآثار بتتكلم. الموت كان مدخل الدين ومدخل الفلسفة، لأنه هو البوابة إلى العالم الآخر. ماذا بعد العالم الآخر؟ هنا بيجاوب الدين. أصبح الإنسان لا غنى له عن الدين. جميع الديانات من يهودية ومسيحية وإسلام وديانات هندية عودا في التاريخ لغاية ما نوصل للديانات الفرعونية ونجد على جدران المعابد ميزان الآخرة ومحاكمة الميت والقلب يوزن، فإذا رجحت كفة الشر على كفة الخير فالوحش منتظر عشان يأكل القلب. هذا الوحش قاعد مستني، إذا كفت الشر رجحت في القلب فبياكل القلب وبينزل به إلى جهنم. ديانات مكتوبة، لكن الديانات اللي قبل كده لم تخلف لا برديات ولا كلام يشرح ماذا كان يعبد الناس. كل ما نعصر عليه بنعصر على حجارة أحيانا خرساء. في إنجلترا لقوا آثار للإنسان العصر الحجري، ولقوا بين المخلفات اللي هي السكاكين الحجرية والمطاوي الحجرية اللي كان بيستعملها، من سكاكين من الصوان. شوف السكينة، سكينة من الصوان من العصر الحجري. في العراق وجدوا بقايا للإنسان الأول اللي بيسموه نياندرتال، إنسان نياندرتال ده من 60,000 سنة.